The air isn't toxic. How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet? My eyeballs could have been sucked from their sockets. You actually think you're the Buzz Lightyear? Oh, all this time I thought it was an act. Hey, guys, look! It's the real Buzz Lightyear! You're mocking me, aren't you? Oh, no, 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 no. Buzz, look, an alien! Where? Ah! اهلا بكم في فيديو جديد من قناه 5 minute practice. معاكم خالد محي الدين, والنهارده زي ما انتم شفتوا كان البطل بتاعنا هو توي ستوري الجزء الاول. خلينا نخش في المشهد على طول, ويعني يبقى ايه الحلقه سريعه سريعه كده على طول, وكل الحلقات ان شاء الله تبقى سريعه على طول كده وايه وتخلص بسرعه. ايه اللي حصل يا سيدي دلوقتي؟ وودي كان داس على الهلمت اللي هي الخوذه, ففتحها بتاعه باز يطير اللي هو هنا بالانجلش اسمه باز لايت يير, باز لايت يير. فلما فتح الخوذه بتاعته التاني اتخنق طبعا. فاول ما قام بقى هنا بدا الايه المشهد اللي انا قلته. قال له ايه؟ قال له how dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet. يعني ازاي تجي لك الجرأه او ازاي تجرؤ تفتح خوذه رائد فضاء تمام في كوكب مجهول. uncharted يعني مجهول, ف uncharted planet يعني كوكب مجهول. وراح مكمل بيقول له my eyeballs يعني عيني, eyeballs اللي هي العين تمام, my eyeballs could have been sucked يعني كان ممكن يتشفتوا from their sockets, sockets اللي هي مكان العين. فجي وودي بيقول له you actually think you're the Buzz Lightyear, يعني وودي بيسأله هو انت فعلا فاكر ان انت باز يطير الحقيقي او باز لايتير؟ وراح مكمل oh all this time يعني oh كل الوقت ده I thought it was an act, افتكرت كل الوقت ده ان هو مجرد تمثيلة انت عاملها. فبينده بقى اصحابه بقى عشان ايه بيتريق عليه يعني, فبيقول لهم ايه hey guys look it's the real Buzz Lightyear, يعني يا جماعة بصوا بسرعة ده باز يطير الحقيقي. فباز رد عليه بيقول له you are mocking me aren't you, يعني انت بتسخر مني مش كده, mocking يعني يسخر من شخص. فبيقول له you are mocking me aren't you, يعني انت بتسخر مني يا مش كده. وودي بقى رد عليه قال له ايه no, بص look it's an alien, بص لا انا ما بتريقش وبتاع بقى ايه الحق في فضاء في فضاء هناك. فالتاني بقى بص where, فاللي هو فين. فطبعا ايه قاعد يضحك عليه بقى وفتس على نفسه من الضحك لان من الاول للاخر كان بيهزقه يعني بيتريق عليه وبيضحك عليه كل الكلام ده. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. متنسوش لو الفيديو عجبك لايك وسبسكرايب وشير عشان اكبر عدد من الناس يستمتع. سلام.